مشكورين، مشكورين.
نقول لك سلامات. الحمد لله السلامة دكتورة. مشكورين فاجأتوني والله. طول عمرك. ألف شكر للقناة وأشكر كل اللي قاعد يساعد. يسلمك. هذا طبعا تكريم. مشكورين. مقدم لك. ألف شكر لك. قناة الله يحفظك ويخليك. شكرا. أهلين طبعا. ألف شكر لك. طول عمرك وسلمك. الورد يستاهل الورد دكتورة. حبيبتي. ما قصرتي الله يخليك. والحمد لله على السلامه. ألف شكر لك حبيبتي. ما قصرتي. احنا فعلا يعني حلقه اليوم سعيدين فيها جدا جدا. الله يخليك. تكريم لهذه الايقونه امانه اللي متواجده معانا. الحمد لله على السلامه. ايقونه شويه. والله ايقونه تستاهلين اكثر. تستاهلين اكثر. طبعا هذه ايضا كيكه وايد وايد يعني زياده. والله مشكورين. تستاهلين اكثر. مشكورين. الحمد لله على سلامتك. انا يعني احتاج حلقه كامله اقول اسم واحد واحد. الله يطول عمرك. في اخر 6 أشهر من حياتي ايش كثر ابي اشكر كل الناس. الله يطول عمرك. احنا قلنا نكرمك في بدايه لقائنا. ما قصرت. وبعدين عاد نفتح الحوارات معنا. الله يخليك. الله يخليك. دكتوره فريده الحبيب نرحب فيك. اهلا فيك. يمكن تفاجأتي من والله تفاجأت الدخول اللي صار. مشكورين. وقلتي والله. كلمه قلتي هذا وايد علي. اي والله. انا اقول لك شغله. الله يحفظك. دكتوره فريده انت يمكن سنوات خدمتي في مجال الطب. 35 سنه وخدمتي في هذا المجال بانسانيه رائعه وراقيه. الله يخليك. شكرا. الكل يشهد لك. مشكور. يمكن احنا ما جربنا. الله لا يجربك ان شاء الله. الله لا يقول ان شاء الله. لكن كل مرضاك كانوا يحسون بهذه المشاعر. ما بين دكتورة ومريض. مشاعر إنسانية فعلا. هذا اللي كله دائما احنا نطمح لها من طبيب إلى مريض. أنت كنت تأدين هذا الدور بكل رقي. الله اليوم هذا والله أقل شيء. مشكورين والله. والله إنه يعني أول شيء فعلا أشكر القائمين على القناة وأشكر كلكم الصراحة. أعطيتوني لحظات جميلة أنا مو متوقعتها. تستاهلين. الصراحة فعلا فعلا يعني مو متوقعة. ما أدري شنو بعد تسوون فيني الأسئلة بتصلخوني. لا لا ما في. بس أنا يعني اتفاجأت يعني بشكل فظيع. وطبعا لأن في الفترة السابقة أنا آلاف الناس ودي أشكرهم. بس الحين عبر قناة ATV بقول شكرا لكل اللي ساهم في شفائي بعد الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكل واحد سأل عني. كل واحد بعث لي وردة بعث لي بوكيه. وايد وايد حسيت رغم انه هو مرض شديد كنت كلش يعني بالكويتي طالعة من حلج الموت. ولكن لما رجعت الكويت وحتى أثناء وجودي وتناوب الصديقات وتناوب الأهل وتناوب إخواني على مرافقتي في نيويورك كل هالأشياء يعني أعتقد هو حصاد السنين يمكن. لكن أنا الناس بعد بالغت في تكريمي وأشكر ربي. ربي لك الحمد. الحمد لله. وأشكركم. هذه كلها يعني محبة الناس دكتورة تدل على شكثر أنت يعني غير أنك طبيبة فقط ولكن عندك هذه الرسالة اللي فيها إنسانية بالمقام الأول. أنا الحين حابة أنتقل إلى محور آخر من اللقاء. تفضلي. يعني شنو اللي صار في البداية؟ إيش كنت تحسين فيه؟ اللي خلاك والله لا أنا لازم أفحص أنا حاسة إن في شيء فيني شيء. لا في الواقع أنا ما فحصت ولا شيء. أنا يعني أسوي كطبيبة أنصح مرضاي إنه يكون عندهم نمط حياة متميز بالرياضة. ما ألعب رياضة لكن قليلة يعني ما أكل بشراهة ما عندي سكر ما عندي ضغط ما أدخن كل الأشياء الصحية أسويها. صحيح. والمرض اللي صار فيني ما له علاقة بنمط الحياة اللي إحنا كل يوم ننادي نساء العالم إنه يديرون بالهم. صحيح. على نفسهم. لكن اللي حصل لي أنا كانت الله يرحمها ويقمد روحها لأن والدتي في العناية المركزة توفت الله يرحمها. الله يرحمها. ففي بعد وفاة والدتي صار فيني التهاب بالصدر. خذيت فقط أنتيبيوتيك وسافرت مع صديقتي ومسيها بالخير الدكتورة وفاء القبندي رئيسة قسم الأطفال بروفيسور في جامعة الكويت. حلو. رحنا لندن يوم 3 تقريبا يوم الفالنتاين داي اللي هو يوم 14 فبراير. سافرنا مع بعض على أساس رايحين لندن 5 أيام. لما وصلنا وفاء هي اللي انتبهت مو أنا. أي. الدكتورة وفاء قالت لي فريدة أنت من الأسانسير لغرفة الأوتيل قاعد تنهتين. قلت لها إيه لأن كان فيني كحة. هل كان هذا دينايل؟ أنا قاعدة أنكر أن هذه أعراض هبوط شديد في القلب. كنت قاعدة أنكر وكل شوية أقول لها لا أنا زينة. فهي كانت وايد خايفة
فقالت لي فريدة أنا ما راح أسوي أي نشاط معك إلا لما نروح الدكتور يقول لنا ما في شيء بعدين نروح. وهذا اللي حصل، دخلت المستشفى على طول وفي لندن كلينيك، وقالوا لي إن عندي جلطة بالرئة في البداية، وكان تشخيص مو دقيق. بعد ما سووا لي سونار للقلب قالوا لي لازم تدخلين العملية الحين. فدكتورة وفا ما رضت، خافت لأنها بروحها معاي ولا بنتي معاي ولا أهلي ولا أحد يدرون، فقالت نروح دكتور ثاني سكند أوبينيون. ورحنا لندن بريدج قالوا لنا نفس الشيء. كلمت بروفيسور مجدي يعقوب في لندن، فكان مع الأسف هو في موريتانيا، لكن قال لي فريدة تركي لندن روحي عند ديفيد آدمز في نيويورك في مونتساينا هوسبيتال في نيويورك، هذه عملية معقدة لأن اللي صار لي شيء حاد وفجائي، الالتهاب سبب انشطار في كل الصمامات. أنا كطبيبة 35 سنة شايفة حالات يعني توسع في الصمام الميترالي أو توسع في الثلاثي أو توسع وضيق في الصمام الأورتي اللي هو الرئوي، لكن إنه يصير في مريض واحد كل هالصمامات تخترب أكيوتلي وبحد فجأة، أنا شخصيا ما شفت ولا حالة ما شفت أمرض مني. أنا لما مرضت حتى وفا شافتني ما شفنا أمرض مني، كنت في هبوط في القلب من الدرجة الرابعة. فالمهم رحنا درجة الرابعة تعتبر أقوى درجة، أقوى درجة يعني الموت فيه محتم صراحة. دكتورة أكبر. خفتي من الموت؟ لا ما خفت وقتها. شنو كان شعورك؟ أنا أقول لك شعوري صراحة يعني ما أجزع أنا من الموت. أنا مؤمنة إن الموت، دائما أكلم مرضاي لما بدخلهم العملية أقول لهم إن كلنا الموت أمر حتمي لكل إنسان. صحيح. إحنا واقفين في كيو مثل كيو المدرسة بالطابور الصبح، منو واقف قدام منو واقف ورا، هذا بس اللي ما حد يعرفه، بس كلنا في كيو والموت شيء محتم. يعني اللي كان يهون لكن عليك أنا كنت أحب إن الحياة إن الإنسان له عمر والله كاتب له اللي بيصير، فهذا نوع أنا ما طبعاً لأن نمط الحياة الحمد لله أنا شوية اطمئنيت لان نمط الحياه ماني متينه، وهذا السبب الدكتور قال لي لا عندي سكر ولا اني متينه ولا ادخن، فصار حتى لو طالت العمليه وفتره طويله تحت البنج المضاعفات أقل. اقل بس طبعا انا في دخولي العمليه دخلت في مضاعفات في عفوا وقعت على وفاه على الطاوله الله قبل لا ادخل العمليه. زين هذه اللحظات دكتوره أنا لما يعطونك أوراق يقولوا لك وقعي على هذه الأوراق. إيه. أنا أحب الحياة وأنا أقول من لم تعانقه شوق يعني شوق الحياة تبخر فيها واندثر. الله. فأنا ما أبي أندثر، أحب الحياة، وفي نفس الوقت من يوم إحنا صغار يمكن ثالثة متوسط عندي فكرة إن الحياة أو الكون كله حي يحب الحياة، لأن يعني متعلمين أعتقد من المدرسة السماء هذه الحلوة ما تشيل طيور ميتة، صح. ما تحتضن طيور ميتة، صح. ولا إذا تشوف عمرك ما تشوف وردة عليها نحلة إذا هي ذابلة أو ميتة. فالحياة طبعا أنا أحب الحياة والحياة تحبها رغم إيماني الشديد والحياة تحبها والله سبحان الله. سبحان يعني الله. من دخلتي دكتورة يعني مثل ما نقول سماهم على وجوههم، يعني فيك هذه الروح الحلوة الجميلة. شكرا. الغريب في الموضوع يعني من وانت تتكلمين واضح يعني انك انت عارفه حالتك بالتفصيل، عشتي وضع المريضه وعشتي وضع الطبيبه وطلبتي ان العمليه يتم تصويرها وراح نعرض. لا ما طلبت عفوا، اللي حصل ان الدكتور في البدايه لما بالمنشار وشق وكذي مو ناوي يصور، ما كان ناوي يصور. لما دخل القلب وفتح القلب هذه العمليه انصدم على الهواء. لما نعم هاي عمليتي نعم. فلما انصدم الدكتور عرف انها حاله معقده فصورها، لانه هو قدمها في كونكيف ميتينج في 30 ابريل 2019 بعد عمليتي بشهرين. أيه. قدم الحاله صورها لانها كانت معقده جدا. دكتوره فريده هاي عمليتي يعني هاي قلبي أنا المفتوح. انا بس بتكلم عن الشعور. نعم. انت يعني متخصصه في القلب في نعم. جراحه القلب. اي نعم. وعارفه كل صغيره وكبيره باللي أيه. قاعد يصير. اي نعم. واكيد قبل لا تدشين العمليات قالوا لك شنو اللي بنسويه وشنو انت يعني انت وبنتي قاعده تسمع يعني مسكين. انت اهل التخصص عارفه الدنيا ايش يصير يعني لو مريض عادي يقول والله بنفتح وبنصلح وبنسوي ما راح يعرف الابعاد. انت مع معرفتك لهذا كله
ما حسيتي من داخل ان جزع؟ بالضبط لم اجزع، لاني انا كنت اقول حق كل مريض قبل كل عمليه هذا الكلام، اقول له الدنيا تحب اللي يحبها، واقول له انت ما في حل الا تدخل. انا بعد لو ما كنت بس داخل، بس الكلام سهل يا دكتوره، ادري، بس والله نفذته على نفسي سبحان الله، ما لم اجزع. كفو عليك. حتى انا بقول لك الصراحه، الموقف اللي اهلي ناطرين برا بالعمليه، لكن دخلوا بنتي وغادة الحبيب بنت اختي الله يرحمها، بنتي بنت اختي غادة، وقفت مع بنتي وامسيها بالخير ايفيت الحبيب مرت جاسم اخوي الله يحفظها. هالثلاثة دشوا معاي لغرفة البنج، طالعتهم وكنت قلت حق بنتي اشياء يعني ما كنت قايلت لها من قبل، لان لازم كنت انا موقعة على وفاة ممكن على الطاولة الله. فكنت بنتي الوحيدة هي وما لها غيري، فكنت لازم أقول لها بعض الأشياء. قلتي لها؟ قلتي لها؟ ما أقدر أقول لك، قلت لها أشياء ما كنت قايلت لها، لكن قلت لها ما يفيد إن هي بإذن الله ومكرم السامع تلبس جواتي من حديد وتمشي بهالدنيا، لأن الدنيا يبي لها جلد وصبر وحكمة، وكلنا بيصير فينا مصايب بس ما ندري متى، أول حياتنا آخر حياتنا بالوسط، وأحيانا المصايب والأشياء المو حلوة تصير كلها في كلستر مع بعض، وهذا اللي أنا عشته آخر 6 سنوات، يعني عشت في كلستر من أشياء سلبية، لكن ما تكسرني، مثل ما أقول لمرضاي أنا أنفذ عليه. والله دكتورة أنت مفروض مع عملك كجراحة أيضا تدخلين في موضوع التنمية البشرية. والله صدق، ويعني يعني خلينا نقول صناعة التفاؤل والإيجابية. اليوم مهم. أنت مريتي في تجربة جدا صعبة، ومن كلامك قلتي أن الدكتور الجراح صور هذه العملية لأنها هي معقدة جدا. معقدة جدا كانت يعني لو مو معقدة أقسم بالله أنا عضوة في لجنة العلاج بالخارج، ولا يمكن أسمح لنفسي أرفض بعض الحالات عشان اللوائح رفضها، وأقول لكم في حالات يعني نرفضها لأنه يكون فعلا ميؤوس منها ومتأكدين ركوب الطيارة ووصوله إلى مركز المكان اللي بيتعالج فيه ممكن يتوفى. صحيح. ويرجع بالطيارة جثة، اللي نرفض هالحالات. ما ممكن كنت أسمح لنفسي أروح علاج بالخارج لو حالتي كانت مش معقدة جدا. كان سويتيها في الكويت دكتورة؟ طبعا. والشيء اللي الشيء الثاني يمكن الناس ما يدرون، احنا الاطباء ما نقدر نسوي عملية حق اختنا اخونا زوجة، صعبة. بالتالي انا كزميلة لزملاء الجراحين هم انا اختهم، يعني لما بيحطون المنشار بيكسرون عظمة القص وبيفتشون القلب صعب عليهم، لان انا ادري لازم يصير فيهم نفضة أو رفرفة في القلب قبل لا، مو لأن إحنا قسات على باقي المرضى، بس في علاقات إنسانية الزملاء ما يقدرون يسوون حق زميلة لهم العملية بدون ما يكونون شوية يعني داخليا عاطفيا متأثرين، وخاصة العملية معقدة جدا. صح. وبعدين لما وصلت أنا غرفة البنج اللي بقول لك على الموقف، كانت غادة الحبيب وبنتي أنوار واقفين يم بعض. حلو. غادة كان مبين عليها الحزن الشديد، هي فقدت أمها والحين خالتها قاعد تدش العملية وهي جاية تأهزر، موقف صعب، بنت خالتها. وبنتي كانت تتحاشى تنظر لي، يعني ما طاحت عيني بعينها، لكن الله. أنا ابتسمت وبقلبي بهاللحظات اللي كلش بعد شوية الدكتور بيحط الترنكيت وبينومني، في هاللحظات قلت يا فريدة قدامك أنوار، هي الحياة والطموح. وأنا بعدني طموحة، ما يهمك عمري 60، بس أنا طموحة جدا في الحياة، ما حققت كل طموحاتي، لكن طالعت بنتي اللي برجع لها للحياة، وفي نفس الوقت اللي ما خلاني أجزع من الموت لما شفت وجه غادة، وكأني أقول لها بروح يمكن عند أمي وأمك، وبروح عند أحمد بشارة، بروح عند أبوي، هم أنا تفكيري في الموت ما أعرف شنو بيصير. صح. إحنا نعرف اللي يصير بالدنيا، صح، إيش بيصير بعد الموت ما نعرف، لكن وقفتهم مع بعض سوت لي خيط رفيع، شيء ما عرفت شنو الشعور اللي أعطاني سيرينيتي وراحة. أعطاك يا أنوار يا غادة أقول لها بسلم على أمك، يعني غادة فقدت أمها شابة
وأنا طبعا أكبر من أمها لما توفت، فبالتالي كان عندي هذا الصراع الفظيع. التفت حق مرت أخوي إيبت، كانت ابتسامتها الحلوة والله ما أنساها الله. داخل غرفة البنش طبعا أهلي كلهم والنعم فيهم، وصديقاتي وصحباتي اللي قاموا يتناوبوني يون نيويورك عشان يخففون شوية التعب على بنتي، يشيلون منها شوية صح. وبنتي ما فارقتني، نور عيني. ولكن أنا علمتها أن تواجه الحياة بصبر وجلد، لأن كل إنسان بيتعرض لمصائب إن كلاسترز. دكتورة سبحان الله، يعني كل إنسان في هالدنيا له من اسمه نصيب، وأنت فعلا فريدة. يعني اللي أنا قاعدة أسمعه يعني كورس في أن الإنسان شلون يكون مقبل على الحياة، يحب الحياة. وقلتي كلمة وايد حلوة، اللي يحب الحياة الحياة بتحبه. نعم. رجعتي تمارسين الطب، رجعتي سويتي عمليات. نعم رجعت خلاص. من أول 9 الحمد لله. بعدين كنت مفروض أقعد أطول في نيويورك لأن شوية صار عندي مضاعفات طولت. العادة مثل هالعملية بعد شهرين تقدر تركب الطيارة، بس أنا شوية صار عندي مضاعفات اللي يسووا له القلب المفتوح يعني يسمونه بوست كاردياتومي سيندروم. هذا بعد القلب المفتوح صار فيني شوية مضاعفات تغلبت عليها، وكنت مفروض أقعد بعد 6 أسابيع زيادة أو 32 أسبوع عشان التأهيل. بس كنت أعرف أن في الكويت الدكتورة ريم الأسعوسي أمسي عليها بالخير، اللي بصراحة يعني مسوية مركز والنعم في بيت عائلة الصقر، مركز هشام الصقر للتأهيل. جميل. لما إذا تشوف هذا المركز قسما بالله أحلى من المركز اللي في مونساينا هوسبيتال في نيويورك ما شاء الله بعشرين مرة ما شاء الله تبارك. إيه والله، وأتمنى له التقدم وأنه يكون أكثر الناس تعرفه أكثر، لأن التأهيل جزء مهم جدا مهم جدا, جداً بعد عملية صحيح. القلب المفتوح أو بعد القسطرة أو بعد الجلطة جميل. القلبية. دكتورة خليني أسأل السؤال. نعم. أنت يمكن سنوات تحسين كأنك أنت دكتورة ونوعا ما تحسين مشاعر المرضى. إي طبعا. لكن اليوم أنت دخلتي وتجسدتي في مريضة قلب. نعم. يعني حسيتي بمشاعر المريضة الحقيقية. إي نعم. سولفي لنا. أي والله أنا أقول لك الصراحة في العناية المركزة للقلب كنت ما أقدر أتحرك لا يمين ولا يسار. صحيح. لأن طبعا العملية قلب مفتوح وتعبانة وايد، كنت تعبانة، ولأن لو يسوون القلب المفتوح والمريض بعده ما صار فيه هبوط في القلب ما يتعب كثري. أنا وصلت حدي بعد، يمكن لو وفى مو قايلت لي كان يمكن أنا ميتة في لندن قبل لا أسوي العملية. سبحان الله. أنا يعني كنت ما أدري متحملة أو البين ثريشولد عندي عالي، اللي هو التحسس من المرض، ما أدير بالي ومشغولة في حياتي وايد فما كنت. لكن لما كان الممرض أو الدكتور يسوي لي أي حركة تريحني شوية من الألم الشديد اللي كنت فيه، والله ودي أخذ إيده وأحبها. فعرفت نظرة المرضى لي وابتسامتهم سبحان لما كنت أوقف نفس الوقفة وساعدهم. والله كنت أشوف الله النظرة نظرة المرضى ما أحبها أموت عليها، ولكن بس ما تحسين فيها. بس ما كنت أحس إيش قاعد يحس فيه، إن حركة بسيطة يمكن إذا ممرض أو دكتور يعطي جلاس ماي حق المريض. أنا طبيبة مو شغلي أعطي المريض ماي، بس إذا أعطيته أعتقد المريض إذا كان أعطيتي حياة ودي أحب إيه بالضبط. وشعرت بالضبط. فيها الله. في أحياناً كثيرة لما ييني مريض فيه هبوط شديد في عضلة القلب وعنده هذا المريض ماي بالرئة، وبعدين لما نعطيه مدر البول والأدوية وساعده يطالعني بابتسامة الله. غريبة يعني هي أمل بس هي شكر. أنا حسيت أني ممنونة حق كل شخص في الغرفة قاعد يريحني سبحان الله. لأن آلام كانت مبرحة، مشاعر غريبة. أنا ما أبي أقول لك أكثر لأن راح أدخل في أيديولوجيات وفلسفات. قبل لا أدخل العملية المستشفى يا بولي شيخ دين، يعني العمليات الظاهر البوليسي مالت المستشفى أن إذا مسيحي يجي لقسيس وإذا يهودي يجي جانب روحاني روحاني. أنا رفضت أشوف رجل الدين لأن كنت قوية ما عندي جزع الموت. ورفضت لأن أنا كنت أعتقد أن ما بواسطة بيني وبين ربي. صحيح. ومثل ما أنا في حياتي الاجتماعية العادية قبل لا أمرض
أرفض أن رجل الدين يتدخل في يومياتي أو يتدخل في مصيري في أي شيء أسويه على أساس أنه بيساعدني بيني وبين ربي. فما كنت أقبل وأنا صاحية، ولما مرضت ما قبلت برجل الدين. فالممرضة قالت لي ما تبينا؟ قلت لها أنتوا في العصور الوسطى لما ملكاتكم كانوا يحطونهم في المقصلة تجيبوا لهم قسيس عشان بيدشون المقصلة، أنا داخلة على إيد حانية، إيد طبيب يبي يعالجني ويعيشني، فما عندي جزع. الجزع أي إذا أنت أحد بيقتلك، بس أنت رايح بإيد حنونة إيد الطبيب. وهذه رسالة حق كل مرضاي، حق كل مرضاي أقول لهم ليش تخافون من دخول العملية؟ لازم ما المريض ما يتزع من الموت. وأنا هذا طبقته على نفسي، والله مو قاعدة أطبقه أو أقوله، بس لأن I practiced هذا مع مرضاي وشعرت بالمشاعر هذه الغريبة. طبعا كل واحد عنده فلسفته الخاصة عن الموت وفلسفة الوجود، ووايد في أشياء ما بيأتطرق لها، بس ساعدتني أنا ثقافتي في قراءاتي، ساعدتني أن أقرأ في الكوانتم ثيوري، أقرأ في الوجودية، أقرأ في القرآن، أقرأ في وايد أشياء يخليني أتقبل كلنا بنموت. صحيح. بس شلون؟ المهم أن أنا أهم نقطة حسيت في الفترة اللي كنت فيها في مونت ساينا، ما كأني كنت في نيويورك، كأن كل أهلي وكل أصحابي والناس والقريب والبعيد ومرضاي كانوا يسألون عني، يبعثوا لي بوكيهات ورد. أكو مرضى كانوا يدزوا لي كل أسبوع سبحان، على أساس يقولون لي خاف ذبلت الوردة اللي راحت لك أسبوع. حلو هذه المشاعر الحلوة فيها. والله نستني المرض وعطتني الصبر، صبر كبير. تدرين ليش وقفت المرضى معاك؟ ألم كبير كان. تدرين ليش وقفت المرضى معاك؟ نعم. تدرين ليش وقفت المرضى معاك؟ يمكن الأهل هم أهل، وأكيد هذه وقفتهم وهم عزوة، لكن المرضى لما نقفهم معاك لأن إنجازاتك اللي راح نشوفها الحين مع بعض في هالتقرير مشكور، هي اللي عطت هذا الدافع لمرضاك. خلينا نشوف الإنجازات. أمانة يعني دكتورة هذه أقل شيء. مشكورين إحنا كنا مستمتعين وإحنا نشوف هذه الإنجازات، مستمتعين بالكلام اللي كنت تقولينه. قاعدة أقول حق طالب ما ودي أسأل ولا سؤال، بس أبي أسمع فعلا. أنا كأني جاية أحضر محاضرة لها علاقة، يعني لها جانب آخر أو مختلف تماما عن اللي احنا نتكلم عنه اليوم، الجانب المهم اللي هو التنمية البشرية. صح. وذكرتي جانب بعد مهم أيضا حابة أشير له، شكثر الجانب النفسي له دور في الشفاء. كلميني الآن دكتورة عن وضعك بعد هذه العملية. الحمد لله. كلميني عن الوضع. العلاج التكميلي التأهيلي وين وصلنا؟ لا الحمد لله أنا اجتزت كل المراحل. حلو. وصحتي زينة، بس قلبي فيه رنقات طبعا. يعني رنقات خام وحديد وتيتانيوم، لكن ما لهم مضرة. مفروض إن شاء الله إن شاء الله كله بيد رب العالمين إن شاء الله. بس إن العملية ناجحة والتأهيل تقريبا خلص، وأنا مداومة في مستشفى في العناية المركزة. مارستي العمل؟ إيه داومت من أول 9. حلو. ومداومة ونشيطة الحمد لله، وطموحاتي كثيرة، وأتمنى أن أقدم. صرت أصلا متحمسة الحين أن أعالج المرضى أكثر من أول. لأن إذا أحد قال لي أقول له لا تقص علي أنا مجربة. لا تقص علي. دكتورة خلنا أخذك الحين إلى وزارة الصحة. نعم. وين رايحة وزارة الصحة؟ متفائلة في قطاعات وزارة الصحة بشكل عام؟ شوف والله أنا يعني لازم أتفائل. أول شيء أنا بنت وزارة الصحة. صحيح. ما بيدي إلا أتفائل، لأن إذا أنا متفائلة في الحياة والموت ما أتفائل في وزارة الصحة. الكلمة الأساسية. انتقادات على وزارة الصحة. انتقادات يعني أنا أقول لك ليش؟ المشكلة إن وزارة الصحة وزارة ميزانيتها مليار. ويمكن أكثر. الميزانية مالت وزارة الصحة بالكويت هي ميزانية وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية اللي فيها تقريبا 110 مليون نسمة. صحيح. وزارة الصحة فيها أجهزة طبية، فيها موارد بشرية، فيها أطباء زينين. أنا قلت في كذا مكان ما في سيستم، يعني ما حد يقدر أنا أقعد على الكرسي في برنامج ATV أتشرط وأقول الوزير لازم يكون كذا وكذا، مو صحيح. لأن ما إنسان أي إنسان ينتقد
يحط نفسه مكان الوزير أو الوكيل، لأن كل هالوزراء اليوم كانوا نفس الشيء ينتقدون وزارة صحيح. الصحة لما يقعدون على الكرسي يشوفون أنه ما في سيستم. أنا أعتقد كل الوزراء شافوا أنه ما في سيستم. متى نحط السيستم؟ السيستم مو وزارة الصحة تحط، الدولة وزارة التخطيط. السيستم الدولة من بالضبط 4 أيام ترامب كان مجتمع مع كل الرؤوس اللي تحط operational policy واستراتيجي حق علاج الوافدين داخل أمريكا. إن ما حد يدش طلع قرار من بالضبط 3 أيام طلع قرار ترامب. معنا أنا يعني ما أيده في كل قراراته، لكن طلع قرار إن ماكو وافد يدش ما يقدر يدفع فلوس للتأمين. الحين إحنا أنا فريدة أو حضرتك دكتور طالب، أنت بتزايد على مثلا الشيخ باسل إن إحنا نحب الكويت وطنيين أكثر من الناس اللي موجودين الحين في وزارة الصحة؟ طبعا لا. لذلك أنا أتكلم أقول وزارة الصحة فيها وايد مشاكل بسبب غياب السيستم، والسيستم ما يحط الوزير. الوزير منصب سياسي والوكيل يبذل جهده، بس فيها شعاب، فيها دهاليز تخوف، فيها نفوس ضعيفة، فيها شركات تجارية مثل التايكون الدور في ردهات الصحة، فيها أحيانا رشوة، فيها محسوبية. هل الوزير والوكيل مسؤول عن دكتور يرتشى؟ لا. هل الوزير والوكيل مسؤول عن أي خلل يصير في الجسم الطبي؟ ترى مو أنا ما أعتبرها مسؤولية مباشرة لما أحد خطأ طبي يحاسبون الوزير. وطبعا أنا أسأني آخر موضوع أن بسرعة الدكتور دخلوه النيابة، هذا شيء مرفوض، مفروض كان يكون في تحقيق داخل الوزارة، بس من الضغط الإعلامي وضغط نواب الأمة، هم أنا حطيت رنقات في قلبي وللحين لحقتهم، نواب الأمة هم سبب 90% من الخلل في وزارات الدولة، لأن هم اللي ينقلون ويحطون ناس مش في مكان مناسب، يضغط على الوزير. الوزير تقصدين الواسطات، الواسطات، وبعدين حتى مو بس الواسطات، أحيانا تشريعات، أحيانا قوانين يحطونها صراحة يعني مو كل تشريع حطته مجلس الأمة أنا راضي عنه. بالنسبة للوزير الشيء يقدر يسوي لما في تشريع يفرق بين الرجل والمرأة، بس هما في النهاية دورهم رقابي، وفي أي خلل أو خطأ أو مشكلة صارت في أي وزارة لازم يسألون الوزير، هذا دورهم. لا بس هم يسألون، هم مو فهمانين، مع احترامي للبعض مش كلهم، بعض نواب الأمة يعني جهلة الصراحة، جهلة، أسفة بقول هالكلمة، بعض مو الكل. فلما يجي يسأل الوزير اللي عنده دكتوراه، يعني الدكتور باسل عفوا يعني متميز في أنف وأذن وحنجرة، جراح متميز، أنا كنت في الصباح لما هو ماسك الصباح كنت أحول له وكل المرضى مرتاحين منه. إحنا ما نشك طبعا في قدرات الدكتور، بس لما يجي من كل نائب يطلب منه شيل هذه حط هذه شيله، هو شنو بيسوي؟ لا النائب مفروض ما يتكلم يقول شيل وحط، ما يحكم، النائب يطلب من الوزير، مع الأسف هذا اللي صاير، أن يكون لجنة تحقيق. أنا قلت كل مشاكل الصحة فقط لا غير، شوف والله ومن هذا الكرسي أنا أقط 90% من مشاكل وزارة الصحة في قاعة عبد الله السالم. شكرا لك. والله العظيم. هذا تصريح من دكتورة. هذا أعتبره تصريح ومسؤولة عنه، لأن نواب الأمة هم من سبب الخلل في النظام الصحي، ما يخلون لا وزير ولا وكيل يسوي شغلة. هذا الاستجوابات. مو بس استجوابات، في دكاترة في الصحة محسوبين على نواب. يضغطون يضغطون يضغطون. الوزير والوكيل عندهم أولويات، عندهم افتتاحات، عندهم استراتيجيات operational policy. لما تضغط يعني لما بعض نواب الأمة يضغط يضغط، رزها الدكتور، حطها الدكتور، إلا تحطها إلا تحطها. وزير الصحة هل هو عنده السي في مال فريدة؟ يا ريت يشوفه، ما يعرف السي في مالي. سي في مشرف، سي في مشرف مشكورة حبيبتي، لكن وزير الصحة ما يقدر يعرف السيرة الذاتية لكل طبيب. أكيد. لما يجي 4-5 نواب حق دكتور واحد إلا تحطه إلا تحطه، يحطه بثلاث أماكن يبي يفتك عشان يتفرق حق أشياء ثانية. أعتقد أنا ما أتكلم على لسان الشيخ باسل، لكن أنا أعتقد كل وزير كان يطمح
انه يصلح وزاره الصحه. واحنا نتمنى صراحه ان وزاره الصحه يعني ترتقي في خدماتها، وفي النهايه احنا كلنا ايد واحده. نعم. سواء انت وكطاقم طبي وايضا احنا كاعلام هي صادقه من كل طبيب والله، ومن كل وزير ومن كل وكيل. صحيح. حتى الوزراء اللي انا ما يعجبوني هم ما ازايد عليهم بوطنيتي. صحيح. واحنا بعد ايضا نقول ان نواب مجلس الامه ايضا الهدف المرجو من وجودهم هو خدمه المواطن. صحيح. واحنا ما نشكك بنياتهم، قد يكون هناك بعض الاخطاء من بعضهم، لكن في النهايه الكل يكمل بعضه. ادري بس انا احترم كلامك لان انت في قناه يعني محترمه وبرنامج محترم. الله يطول عمرك. لكن انا ما انا اشكك في نياتهم، لان انا المس انا في لجنه العلاج في الخارج، كنت قبل لا امرض في اللجنه، يدخل نائب يتهاوش معنا، وانا اقسم بالله ومن هذا الكرسي ومن هذا المنبر اقسم بالله ما مريض حرمته من سفره للعلاج بالخارج يستحقها. وهو يستحق طبق اللوائح، ولا مريض سفرته واسطه. الحمد لله على سلامتك دكتوره على واجر وعافيه ان شاء الله. مشكوره حبيبتي. ان شاء الله. شكرا شكرا لك. شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا لك. ونتمنى لك التوفيق وعسى الله يطول بعمرك يا رب. تسلمون. الله يخليك. ونشوفك ان شاء الله في لقاءات خارجيه. الله يحفظكم يا رب. شكرا. ان شاء الله. مشاهدينا كانت معنا الدكتورة فريدة الحبيب استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية. راح نطلع فاصل، ومن بعد الفاصل نواصل وياكم الجزء المتبقي من عسيف. خلكم ويانا.